رحمة من عندك وأنزل عليها نورا من عندك وأنزل عليها سلاما من عندك وأنزل عليها أمانا من عندك اللهم افسح لها في اللهم افسح لها في قبرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل ملائكتك المقربين يدخلون عليها بالسلام والأمان والطمأنينة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ملائكتك الكرام يا رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة التي لا ترام نسألك اللهم أن تثبتها عند السؤال اللهم لقنها حجتها اللهم لقنها حجتها اللهم لقنها حجتها عند السؤال برحمتك يا أرحم